دي بتتسمى حلية الرسول، عليه كلها عن الصلاة الرسول. والسلام. جميلة جميلة. فالخطاط جميلة لازم يعمل واحدة من دي. جميلة جميلة. فأنا عملت 90. الله. دي بقى دي وصف الرسول. طبعا. عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. جميلة اللوحة. ارجع كده دي ده بقت عندي حلة كده. اتفضل. هنا اهو. دي 87. من اوائل اللوحات اللي انا بدات ازخرف فيها واعمل فيها ترجمه. لو حضرتك مش ماضي انا اقدر اعرف ان مين اللي كاتب. لا مفيش كلام يعني. ما هو مفيش كلام. مش محتاج الامضى انت. هو اللي لازم يكون فيه الانسان شخصيه البصمه الروح فيها. جميله. فبأي آلاء ربكم أتكذبان فيهما خيرات حسان. طبعا كمان هنا بقى التعبير بقى لسانك حصانك إن صنته صانك وإن أهنت داس عليك على الهيئة داس على الاثنين اللوحة. اللوحة زي ما حضرتك بتقول اللوحة طبعا تخلص فأنت بتبقى في منتهى السعادة يعني إن في إنجاز تم. ببقى بشغال وعاوز أشوف النتيجة هنا برضو يعني أما تشوف كده أقول الهيئات دي ماشية إزاي. والفئات دي ماشية كده جميلة. دي طريقة تقعد نجيب شمال ويمين عشان تيجي كده. سلام قول من رب رحيم. رب رحيم. الله. وده انا بعرف هنا بسهل لهم ان الواو لو اتقلبت تجيب واو. تعليمية. ودي هنا اللام الف دي هنا كده. طيب بمناسبة الخط العربي عندي سؤالين. السؤال الاولاني يمكن تبقى الاجابة معروفة يعني، لكن احنا زمان كان خطوطنا حلوة حتى اللي مش مكمل تعليمه. حتى لو استمتع تلاقي خطه جميل. لما تلاقي جواب من الجوابات القديمه ابويا وجدي وده تلاقي هو ابويا وجدي. يعني رغم ما فيش ما كانش لسه ممكن ما يكونش لسه ايه يعني يكون في ابتدائي يكون في لكن خطه حلو. لا استاذ الخط استاذ العربي زمان لازم كان لازم هو واخد خط عربي فكان خطه جميل. يعني انا فاكر كده الدكتور اسامه الباز خطه العادي بالقلم كان جميل العادي. قلت له همسكك قلم بتاع الخط واكتب الخط اللي انت بتكتبه ده طلع خط جالك جالك كان عايز يتعلم ولا ايه. ده معايا بقى له 30 سنه الله يرحمه. الله يرحمه. هتلاقي صور كتير. زمان كان الخط العربي مهم جدا في المدارس. أيوه. واحنا عايزين نعمل مشروع يرجع الخط العربي. سياده الرئيس فتح لي المدارس بتاعتي الجديده دي. الوقت فتحنا 8 مدرسه خضر البورسعيدي وهتنتشر في فين بقى؟ مفتوحين فين؟ مفتوحين في هنا في بيت السحيبي مدرسه وفي بورسعيد الثانيه اتعملت وعملنا الجيزه امبارح اول امبارح عملنا الجيزه في مكتبه مصر العامه. وعملنا الاسماعيليه والغردقه وبورسعيد طبعا مدارس اي حد واسوان اي حد يتقدم اي حد يتقدم ببلاش بقى. حلو قوي دي طلع لنا مواهب كتيره جدا وجميله جدا. طلعنا اول دفعه بنعملها سنتين. اتخرجوا المدارس بتاعه الوزاره 4 سنين وسنتين تاني يبقى 6 سنين. احنا عندنا في السنتين بنديهم بنبتدي من فوق من السنه السادسه الاخرانيه واحنا نازلين. طلعنا في بورسعيد دفعة وهنا دفعة مع بعض كانوا هايلين جدا.